أوصى أب ابنه قائلا: يا ولدي، في يوم من الأيام ستراني عجوزا غير منطقي في تصرفاتي، عندها أعطني بعض الوقت وبعض الصبر لتفهمني. يا ولدي، عندما ترتعش يداي فيسقط طعامي على صدري، وعندما لا أقوى على لبس ثيابي فتحل بالصبر معي، وتذكر سنوات مرت وأنا أعلمك ما لا أستطيع فعله اليوم. يا ولدي، إن لم أعد أنيقا جميل الرائحة فلا تلمني، واذكر في صغرك محاولاتي العديدة لأجعلك أنيقا جميل الرائحة. يا ولدي، لا تضحك مني إذا رأيت جهلي وعدم فهمي لأمور جيلكم هذا، ولكن كن أنت عيني وعقلي لألحق بما فاتني. يا ولدي، أنا من أدبتك وأنا من علمتك كيف تواجه الحياة، فكيف تعلمني اليوم ما يجب وما لا يجب؟ يا ولدي، لا تمل من ضعف ذاكرتي وبطء كلماتي وتفكيري أثناء محادثتك، لأن سعادتي من المحادثة الآن هي فقط أن أكون معك. فقط ساعدني لقضاء ما أحتاج إليه، فما زلت أعرف ما أريد. يا ولدي، إن لم أرغب بالطعام فلا ترغمني عليه، عندما أجوع سآكله. يا ولدي، عندما تخذلني قدماي في حملي إلى المكان الذي أريده أعطني يدك بنفس الحب والطريقة التي فعلتها معك لتخطو خطوتك الأولى. فكن عطوفا معي، وتذكر أني قد أخذت بيدك كثيرا لكي تستطيع أن تمشي. يا ولدي، لا تستحي أبدا أن تأخذ بيدي اليوم، فغدا ستبحث عمن يأخذ بيدك. يا ولدي، إني كبرت في السن وأعلم أني لست مقبلا على فهم الحياة مثلك، ولكني ببساطة أنتظر الموت، فكن معي ولا تكن علي. يا ولدي، عندما تتذكر شيئا من أخطائي فاعلم أني لم أكن أريد سوى مصلحتك. إن أفضل ما تفعله معي الآن أن تغفر زلاتي وتستر عوراتي، غفر الله لك وسترك. لا زالت ضحكاتك وابتساماتك تفرحني كما كنت صغيرا، فلا تحرمني صحبتك ولا تطل الفراق بيني وبينك. يا ولدي، كنت معك حين ولدتك أمك، فكن معي حين أموت. عندما يحين اليوم الذي أقول لك فيه إنني مشتاق للقاء ربي، فلا تحزن ولا تبكي، فسوف تفهم في يوم من الأيام أننا كلنا عابر سبيل. حاول أن تتفهم أن عمري الآن قد قارب على الانتهاء، وفي يوم من الأيام سوف تكتشف أنه بالرغم من أخطائي فإنني كنت دائما أريد أفضل الأشياء لك، وقد حاولت أن أمهد لك جميع الطرق. ساعدني على السير، ساعدني على تجاوز طريقي بالحب والصبر. يا ولدي، ساعدني على الوصول إلى النهاية بسلام. أتمنى ألا تشعر بالحزن ولا حتى بالعجز حين تدنو ساعتي، فيجب أن تكون بجانبي وبقربي مثلما فعلت معك عندما بدأت أنت الحياة. احتضني يا بني كبيرا كما احتضنتك أنا صغيراً.